الله الله الله. انا بصورها والله. بتصورها؟ ايوه الحقيقه يعني دايما نبقى لذيذ قوي يبقى مثلا حد عنده كده فقره لذيذه موسيقيه في البرنامج، فبيقوم جايب عازف مثلا قانون، عازف اورج كده خلاص. احنا النهارده معانا واللهم لا حسد، اللهم لا حسد، يعني عازفه 12 اله موسيقيه. ما اعرفش هتعزفهم هما كلهم ولا لا مع بعض، لكن هي دي ضيفتنا دلوقتي. يعني انت تخت شرقي متحرك. بالظبط كده صح. بنرحب بمي رشدي الموهبه اللي معانا النهارده، اللي الحقيقه احنا مش منبهرين قبل ما نبتدي الفقره اصلا منبهرين. يعني كل شويه اله تدخل، اله تدخل وتحطها جنبها اله. رايحين فين الالات دي كلها يا جماعه؟ رايحين جنب مي. اللي عايزه اعرف منها في البدايه، يعني زي ما شريف كده بيقول، الواحد بيعزف اله التين، ايه حكايه مهرجان الالات اللي حواليك؟ كنت عايزه اجرب. يعني انا اول ما بدات خالص بدات اورج، وبعدين استاذ عمار الشريعي الله يرحمه علمني ازاي امسك اكورديون، ودي كانت آلة تقيلة قوي بس بقيت أحبها قوي بعد كده. وبعدين ليه عمار الشريعي؟ مش حاضر أفوت الحتة. طبعا ليه عمار الشريعي يعلمك؟ أو إزاي؟ طيب أهلي كانوا هما بيشتغلوا في ماسبيرو، وهو صديق مقرب جدا كان لوالدي الله يرحمه، يعني أستاذ عمار. فهو يعني هو قال إن الأكورديون ده الآلة اللي بتدخل قوي جوه القلب. والعود، يعني هو دايما يقول العود بناخده في حضننا. ما كنتش حابة العود خالص لأني كنت طفلة قلبوزة بكرش، فما كانش ينفع. فقال لي مع الوقت، وهو قال لي الآلة لما تحبيها هتحبك. فده فعلا حصل بعد كده. يعني طب بدأنا بالأكورديون، العود لا يبقى احنا بدأنا ايه الأول؟ قلنا انا عايز اعدهم بس. بيانو اول حاجة، وبعدين أكورديون. وبعدين بقى ايه اللي حصل بقى؟ الزيلوفون بقى والحاجات، الالات المدرسيه اللي هو زي الريكوردر ده، اله مدرسيه برضو. وبدات قوي احب الات النفخ، علشان شفت في حاجه في البرامج التعليميه دكتور ايناس عبد الدايم كانت بتعزف على الفلوت اللي هو ده. طبعا. فلفت نظري قوي ان هو بيتحط كده تحت البق مش جوه البق تقريبا. دي الآلة الوحيدة اللي بتتعزف كده بالظبط هنا. فحبيت آلات النفخ قوي، يعني حبيت بقى أجرب بعد كده آلات النفخ. الزيلوفون طبعا كده كده يعني كلنا عزفناه في المدرسة طبعا، بس هو بالنسبة لي برضو كان يعني ليه شكل كده، يعني ليه شكل جوايا بتخيله محدش يعرفه يعني. احنا عايزين نسمعهم كلهم، نعمل كده ازاي؟ في نفس الوقت؟ لا نبدأ بإيه أول حاجة؟ اللي حضراتكم عايزينه. يلا يلا اورج. بس حاجه فرايحي بقى شويه، انت دخلتي بحاجه يعني حاجه فرايحي. كان البريء بقى اللي كانت ايه باين دي كانت موسيقى فيلم رحله النسيان. بس هي يعني حاجه بقى لايت كده. طيب الدنيا ربيع والجو بديع، مش لازم دي يعني، بس حاجه كده خليكي فريش. طب ما تيجي نعملها وخلاص. يلا يا سلام نحرقها مش عارف نسيت، ايه رايك؟ يلا. نلعب لعبة، أنا هعزف لكم حاجة وأنتوا هتقولوا اسم الحاجة. أوكي. دي حلوة، أنا بحب الحاجات دي أوي. طيب مش عارفة أفكر لكم في إيه. ماشي الله. لا على قد ما قلبي وجعني. برافو. أمال أمال يا جماعة، ملك النكد في العالم. أيوة. العربي. أيوة. لا بس طولي لنا نستمتع يعني شويه، يعني مش لازم نقول الاجابه على طول، انت لما تخلصي هنقول الاجابه. طب خلاص اتفقنا، عشان الناس تستمتع. هو ده الهدف. هعزف لكم حاجه مش هتعرفوها. الله ليه كده؟ اهو بقى. التحدي الاكبر بقى ان كل مره تبقى بقاله. اوكي خلاص يلا اللي بعد. بقاله ثانيه دي آلة الكليمبا. كليمبا هي آلة من شرق اسيا، المفروض هو صندوق مصوت في فتحه هنا عشان الصوت. ودول يعني
ديكور بيبلوه. لا وصوتها حلو قوي. بنستخدمها شويه في الميوزك ثيرابي، العلاج بالفن، لان هي شويه لطيفه في صوتها يعني. ايه الميوزك ثيرابي ده؟ هحكي لك اما نخلص. الله. طيب دلوقتي الميوزك ثيرابي هو العلاج بالفن، ما كنتش شويه مقتنعه بيه في الاول، بس الموضوع بدا ان انا على النت عادي جدا لقيت راجل خارج في غرفه الافاقه وجنبه واحد بالجيتار بيعزف له، اللي هو ايه ده. بحثت شويه في الموضوع ولقيت ان العلاج بالفن ده موجود في كل الفنون مش بس الميوزك، يعني تقدر تحدد نفسيه طفل من رسمه، من الوان، من حاجات كده. في علاج بالرسم فعلا. يس. فبعد كده رحت مكان عشان اشوف الحالات اللي فيه الاوتيزم والداون والكلام ده وصعوبات التعلم، حتى الاولاد النورمال بس اللي هم انطوائيين بيكذبوا كده يعني. فالموضوع بدا بقى من يعني هنا. تقويم سلوك اكتر منه. بس هو اللي كان كويس قوي كان في حته الاوتيزم دي اكتر حاجه طبعا. فالموضوع كان لطيف قوي، فبدات بقى معاهم من خلال العزف على الجسد الاول كده ادراك حسي. وبعدين بدانا بالات الترك لان معظمهم بقى عندهم فرط حركه عايزين فكنت بسيبهم بقى طبعا دي حاجه صح. يس. لما الادراك الحسي ده بيحصل ونيجي بعد كده نقول لهم يلا خلاص، هم مخهم ربنا خلقهم كده بياخد سكرين شوت من الحاجات طبعا. يعني هم اذكياء قوي ما شاء الله. طب يلا نكمل لعبتنا بقى. يلا مش هقولها لك بقى. لا لا ايه ده، ما تعرفهاش يعني؟ ما تعرفهاش؟ بهزر طبعا. ايه يا بهزر يعني؟ مين هيقول الاجابه؟ قعدنا سنين نغني دي مع العيال. حولنا قناه بس خلاص، ده بلد اطفال. يلا الكليمبا. معلش سؤال في الكليمبا، لازم تكون التيونز بالظبط حاجات بسيطه قوي كده عشان نوعيه الاله، يعني لازم تبقى حاجات يا دوبك كده؟ لا بتتظبط بقى، بس يعني هي ليها شاكوش بيتظبط، بس اكيد مش هنقعد نظبط على الهوا بالشواكيش. اكيد. هي بنقصر من فوق او بنطوي يعني بنخبط عليها ونظبطها حسب التون بتاعها او حسب احنا هنعزف ايه. هي كده كلها ميجر يعني، ما فيهاش نص تون. مش عارفه حضراتكم فاهمين ولا لا، بس لان الصوت بيطلع على قد ما القطعه طويله او قصيره. صح. ده بيفرق في التون بتاع كل مش وتر بقى يعني، كل شيء سلك. كل شيء كل شيء. طيب اللي بعده. طيب انا عايزه اعرفكم على هذه الاله. يلا. ملهاش اسم. اوكي. ليه دي مش كولا؟ لا يا دودو. دي صحابي كانوا في الهند وصنعوها عشان يقلدوا آلة اسمها بانسوري. بانسوري. وهم تقريبا ده خشب البامبو يعني، مش متأكدة، بس هم صنعوها وهي السلم بتاعها خماسي، فهي شبه الهند وشبه يعني الدول اللي سمعين حاجة عليها. حلوه. حاسس ان انا رحت صيني. لا انا مدياني، عارفه اللي هي الغابات الاستوائيه. اي لا انا مدياني اسيا. برافو عليك. يعني ماشي. صين اسيا حاجه كده. طب انت طيب. احنا بطلتي لعبه. احنا ده مش تيون، ده مش حاجه، ده احنا ده كده ايه ده سلم خماسي بقى يا ولاد. اوكي. يعني هو خمس نغمات يعني. هم ما فيهمش بقى، ما فيهمش اكتر من كده. صح. خماسي ما فيهمش. نرجع عايز بس اسال في العلاج، علاج بالطاقه، بالعلاج بالطاقه، العلاج بالمزيكا. في علاج بالطاقه برضه. طبعا طبعا. هل ينفع لاي نوع من انواع الامراض ولا ليه امراض معينه او ليه حاجات معينه؟ خلينا ما نقولش امراض، هو التوحد او الداون او الحاجات دي يعني بتكون خلل جيني، ما بتكونش مرض. صح. طيب. ينفع لأي حاجة ولكن في مرحلة معينة، يعني ما اقدرش اجيب طفل توحد عصبي جدا وصعب جدا واقول له يلا تعالى انا هعلمك ميوزك. في مراحل اولية.
لا بيبقى بالتتابع مع الاخصائي بتاعه، اخصائي مصادر، اخصائي نفسي. لازم الاول بيعملوا حاجه اسمها يعني الحاجات بتاعت مونتسوري مثلا، حاجات تتعلق بالذاكره يعني، حاجات بالشوفان وبالذاكره. وبعيدا عن التوحد، في ممكن حاجات تانية ممكن برضو يساهم فيها العلاج بالموسيقى؟ يعني ايه؟ يعني مثلا حالات نفسيه، اكتئاب. طبعا ده اكيد بينفع جدا. يعني هو حصل معايا انا شخصيا، لانه يعني من فتره تعرضت لجراحه، والدكتور بتاعي وهو بيغير لي على الجرح كان مشغل لي ميوزك الجرح، كان بجد صعب قوي، وانا مكتئبه وما بنزلش واجازه وحاجات، فهو شغل لي ميوزك كده يعني، فانا ما كنتش خالص مقتنعه بحاجه اسمها علم الموسيقى مع الطاقه، لان ده موضوع الماجستير بتاعي. هو يعني العلاج بالفن الموسيقى وعلاقته بعلم الطاقه مش بعلم النفس، مش علم الطاقة الآخر. أقصد علم الطاقة اللي هو أنا ممكن يعني ممكن أخلي الطفل قاعد وأحط له ألوان نارية صاخبة جدا على الأورج فيبدأ هو يدوس. فالدكتور بتاعي يعني حسام بسطاوي، شكرا ليك، هو شغال لي ميوزك بقى. حسسك بإيه بقى؟ بألم أقل؟ بإيه الإحساس اللي بتشكريه عليه؟ كنت مركزة في الميوزك، هو كان فيديو كلاب في صحراء ورقص وشمس وحاجات، ما كنتش خالص موجوعة ولا مركزة. طب ما تسمعينا حاجة بقى على الأورج، حاجة يعني. ماشي. عايزين نكمل سمع، انا حاسه ان انا ما شبعتش ميوزك. اكسليفون بقى، اكسليفون بقى شويه، يلا بينا. بس لتصحيح المعلومه اسمه زايلوفون. زايلوفون عشان احنا الاكسليفون مش دورين حته واحده، صح؟ لا، هو الاكس في اول الكلام دايما كانوا يقولوا لنا لازم. احنا صغيرين في المدرسه كانوا يقولوا لنا كلنا يعني خشوا على الاكسليفون على طول في الطابور. انا عرفت المعلومه دي لما كبرت في الجامعه. ولا اكسليفون. الدكتور كانت تقول لي اكسليفون في عينك. طب عايزين تسمعوا ايه؟ انت بتغني؟ انا بغني. انت عارفه تعزفي وتغني في نفس الوقت ولا هتهنجي؟ لا مش ههنج، بس اكيد مش مع الاكس ليفو. الزايلوفون. الزايلوفون. طب اعزف لكم حاجه برضو. البنات انا بيفكرني على طول بسعاد حسني والبنات. صح؟ صح. صوت بشع. بتاعي صوتي انا بشع. ما تقوليش كده. البنات. كملي. لا تبالي. لا تبقى هنا في مأساة حاصلة مفيش دعوة بيها. كملي زي ما انت. هنسقف. اختبار اوكي؟ يلا. اختبار يلا خشي. عرفت.
فنانة. مين هيقول ده؟ دوز ماي جاديز طبعا. اوكي ماشي برافو. امال لا لا لو سمحت كده 2-1 2-2. عيب عليكي. طيب احنا للاسف للاسف الهوا خير، احنا نقعد نلعب مزيكا مع بعض. نقعد نلعب. ده انا هغني لك اغاني هنتقل بقى. طبعا مش على الهوا دينا، يبقى احنا تمام. دينا اولا ماي عايز اقول لك ثانك يو، ميرسي جدا جدا، وحضرتك على سلامتك. انا عارف انت جايه لنا في ظروف مش سهله، فبشكرك وكملي اللي بتعمليه، وحاجه حلوه قوي بجد. ميرسي جدا، ميرسي قوي. انبسطت ان انا معاكم ونورتينا النهارده في انا وهو وهي. هي خرجت تتمشى شويه، فانا وهو هنختم الحلقه. ماشي اوكي. شعيب طبعا الجميله، بس ايه يعني هي بره معانا لسه. بنشكرك شكرا جزيلا شريف، انبسطت قوي النهارده بجد. الساعتين بيعدوا بسرعه قوي قوي. ايه ده؟ قوي 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 بجد. بكره عندنا ساعتين تاني ان شاء الله باذن الله. اوعوا تنسوا ميعادنا الساعه 3، نجي لكم انا وهو وهي مع بعض.